السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نباشر الحصة الأولى من 4 حصص مخصصة للنص الوظيفي عيد الشجرة من مكون القراءة للقسم الرابع الابتدائي. لنلاحظ هذا المشهد ولنجب على بعض الأسئلة. لا ننسى أن نفتح كتابنا المدرسي على الصفحة المذكورة الرقم 154، وأهيئ أيضا دفتر الدروس. إذا لنلاحظ هذا المشهد. ما عنوان النص؟ ما رقم الصفحة؟ صحيح. هؤلاء الأطفال من هم في نظرك؟ ستحظى بفرصة أخرى للإجابة. لنرى السؤال الثالث. هذه السيدة من قد تكون؟ أي في نظرك من هي؟ وهذا الرجل من يكون؟ ماذا يفعل كل من يبدو في الصورة؟ وبعد ذلك لنقترح عنوانا مكونا من جملة مفيدة تناسب هذا المشهد. في نظرك ماذا تتوقع أن يكون موضوع النص؟ إذن بعد الإجابة الشفهية على هذه الأسئلة يمكنك أن توقف الشريط إلى حين ذلك. بعد ذلك في دفتر الدروس ووفقا للنموذج المعتاد أكتب في دفتري بعد التاريخ طبعا عنوان القراءة عيد الشجرة. أعود إلى السطر وأكتب عنوان الفقرة ملاحظة المشهد. أعود مرة أخرى إلى السطر وأكتب نصا في حدود 5 أسطر أجيب فيه على الأسئلة المطروحة مع احترام علامات الترقيم والربط بين الجمل طبعا. استعمل الكلمات التالية بينما، شخصيا، كما. شكرا وإلى اللقاء في الحصة.